أكبر. الخمر يشرب على سبيل التلذذ والمتعة، ولذلك العلماء يقولون ما الفرق بين الخمر والبند؟ البند أيضا يفقد الإنسان عقله وما يشعر بشيء، يفتحون بطنه يفتحون قلبه، فهل هذا حرام لأنه مثل الخمر؟ قال لا، البند لا يؤخذ على سبيل المتعة، الخمر يشرب على سبيل المتعة، ويشترون بأثمان يستمتعون به، حتى يقول قائلهم ونشربها فتجعلنا ملوكا. وكثير من الناس يلجأ إلى شرب الخمر حتى ينسى همومه، عنده مشكلة عنده مصيبة قال يشرب حتى إيش يذهب عنه. لكن خمر الآخرة أيضا يتلذذ به، خمر الدنيا إيش أخوان يشرب وخمر الآخرة يشرب، خمر الدنيا يتلذذ به وخمر الآخرة يتلذذ به، لكن انظر الفرق بين هذا وهذا. قال يتنازعون فيها كأسا، أي أن الكؤوس تدور بينهم، يدور بها الخدم الولدان المخلدون، والمراد بالكؤوس يعني ما في الكؤوس من الخمر، لكن هذه الخمر لا لغو فيها ولا تأثيم. اللغو الكلام الباطل، ومعلوم أن السكران يتكلم بكلام باطل ويرى نفسه أنه أقوى إنسان ويفعل أفاعيل، وحالته مزرية من أسوأ الأحوال. يذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يشرب الخمر، قال أنه مر برجل، كنت أسمعها الرواية من شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه ما أدري عن صحتها، قال مر برجل سكران فوجده يعبث بغائطه، قضى حاجته يعبث بالغائط فكره هذا الشيء. السكران بلا عقل، وسمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه، الله يقول في كتابه وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب السعير. فالعقل نعمة عظيمة ميز الله بها الإنسان، فيأتي هذا الإنسان بماله بما كسبت يده فيغطي عقله بهذا السكر، فحالته مزرية، حالته مزرية. يذكر والعلم عند الله عز وجل أن امرأة ابتليت بالزوج يسكر كثيرا، فاقترح عليها قال إذا دخل عليكم سكران صوري فيديو خلي يشوف حالته، لأنه مو عارف نفسه إذا صحى شوف نفسه ما في شيء. فأردت يعني شغلت له ما سجلت ورأى نفسه ولا مزرية، ها لا نعال لا غطاء، الكلام ثقيل لسانه يخصط، حالة سيئة جدا. فلذلك يقال أنه تاب الله، والله أعلم. المهم أن خمر الآخرة وما أدراك ما خمر الآخرة، ما يشربه أهل الجنة فتذهب عقولهم وتكلم بكلام الباطل ويسب بعضهم بعضا ويفعلون أفاعيل كما هو مشاهد من السكارى، اللي يقتل واللي يفعل فاحشة حتى بالمحارم واللي يرتكب حوادث ويقتل الناس ما في حقل. لكن هؤلاء إن شربوا الخمر يوم القيامة فإنها لا تذهب عقولهم، فلا يتكلم بكلام باطل ولا تأثيم، لا يتصرفون تصرفات فيها إثم كحال شرب الخمر في الدنيا. ولذلك من العقوبات التي يعاقب بها شارب الخمر أنه من شربها في الدنيا لن يشربها في الآخرة، لن يشربها في الآخرة. الخمر ملعون وملعون فيه عشرة، فلماذا جعله الله من نعيم الجنة؟ يتبادر للذهن هذا أنه شيء خبيث ملعون، نقول لأنه يشرب على سبيل المتعة. فهنا الجامع بين خمر الدنيا وخمر الآخرة أن هذا يستمتع به وهذا يستمتع به، لكن شتان بين آثار هذا وهذا، بين آثار هذا وهذا. فإذاك ربنا جل وعلا في مواطن من كتابه من هذا الموطن قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم. وهنا قال لا لغو
في النفي ولا تأثيم في النفي، وأتى منكرا يعني ليس فيها أي درجة من درجات اللغو ولا أي درجة من درجات الإثم. نعم.